السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة وصورة جديدة. لو انت بتشوف الحلقة دي من على الفيسبوك فهتكون من البيج الجديدة اللي انا عملتها عشان البيج القديمة اتقفلت. فحابب اقول لك شكرا انك انت متابعني، ولو لسه ما تابعتنيش اتمنى انك انت تعمل لي فولو للبيج دي عشان تبتدي تكبر زي البيج اللي قبلها ان شاء الله. واحب اعرفك بنفسي، انا يحيى الشافعي، بقدم كل حاجة تخص التصوير وصناعة المحتوى بشكل عام. ومن غير ما اطول عليك تعال نروح نشوف موضوع حلقتنا النهاردة، يلا بينا. الصورة اللي معانا النهاردة من سلسلة فوتوشوب الموبايل، واللي هعلمك فيها ازاي تعمل فوتوشوب عن طريق الموبايل بأقل وقت وبأقل مجهود. وكمان هسيب لك في اول كومنت على الفيديو ده لينك السلسلة كلها عشان تبتدي تتفرج، هتلاقي افكار كتيرة جدا تقدر تعمل لها فوتوشوب عن طريق الموبايل باحدث البرامج. واللي اختار الصورة اللي احنا هنشرحها النهاردة هو يوسف احمد، وده من اكتر الناس اللي بتشجعني جدا على الانستجرام، وهو اللي اختار الحلقة اللي احنا هنبتدي نشرحها النهاردة. ولو انت كمان عاوز تختار موضوع الحلقة الجاية هتبتدي انك انت تبعت لي على الانستجرام، يا اما تبعت لي رسالة او تتفاعل مع الستوري اللي انا بنزلها قبل كل حلقة عشان نختار الصورة اللي هتفيد الكل ونبتدي ان احنا نشرحها. وموضوع حلقتنا النهاردة عن مسلسل لاكاسا دوبابيل اللي هيبتدي يتعرض منه الجزء الخامس يوم 3 سبتمبر الجاي ان شاء الله. وفي حلقة النهاردة هعلمك ازاي تعمل صورة ليك للمسلسل ده لو انت بتحبه. وكمان الميزة في الحلقة النهاردة ان الصورة بتاعت النهاردة مش معمولة مثلا للولاد بس ولا معمولة للبنات بس، فلو انت ولد هنبتدي نشرح الصورة على شخصية دينفر، ولو انت بنت هنبتدي ان احنا نشرح الصورة على نيروبي. نيروبي Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. واول حاجة زي ما تعودنا ان انا هقولك طريقة التصوير. هتبتدي انك انت تتصور صورة، والاهم في الصورة دي ان يكون رقبتك ووشك هم اكتر حاجة متوضح عليهم في الصورة، عشان ده اللي هنبتدي ان احنا نعمله كروب عشان نضيفه للصورة بتاعتنا. وكالعادة هنستخدم البرنامج الاشهر عشان نعمل بيه فوتوشوب عن طريق الموبايل، وهو برنامج بيكس ارت. فتعالوا نشوف طريقة الشرح، يلا بينا. كل اللي عليك انك هتفتح البرنامج وتجيب الصورة بتاعتك سواء ولد او بنت، الخطوات هي هي، الفرق بس في الشكل مش اكتر. اول حاجة عشان نمسح الاسم والحاجات دي كلها هنبتدي نيجي هنا عند الادوات او تولز، بعد كده نختار اداة اسمها كلون، بعد كده هنيجي عند الاسم ناخد مثلا من مكان هي استخدامها كالآتي، بناخد من مكان وبعد كده بنبتدي نضيفه في مكان تاني. بعد كده انت بقى بنظرك بتبتدي تشوف هل انت عملت الموضوع بشكل صح ولا لا. المهم ان انت تاخد وقتك في الموضوع عشان الصورة ما يطلعش فيها كروتة. بعد كده هنيجي هنا عند اد فوتو او اضافة صورة، هتجيب الصورة اللي انت اتصورتها. بعد ما جبت الصورة بتاعتك بتبتدي انك انت تحدد عليها، وبعد كده بتبتدي انك انت تقلل الشفافية عشان تبتدي انك انت تظبطها على حجم الوش التاني بالظبط، وتتأكد هل الصورة مثلا كويسة ولا هتبتدي مثلا تتصور صورة تانية. ايا كان يعني الصورة دي مناسبة او لا، المهم ان انت تعرف الفكرة النهائية من الصورة. فهتبتدي بعد ما تظبط مقاسات الصورة بتبتدي انك انت تعلي الشفافية تاني، وتيجي عند علامة المقص وتبتدي انك انت تقص من عند الرقبة كده لحد اخر الراس. بعد ما قصيت الرقبة بتاعتك بتبتدي انك انت تظبطها على الحجم ده زي ما انت شايف كده على الوش يعني بالظبط. بعد كده بتبتدي انك انت تقلل الشفافية تاني، وتبتدي كده تقارن هل المقاسات مظبوطة ولا مش مظبوطة عشان يعني ما تبانش اللي هي متركبة.
بعد كده بتبتدي انك انت تيجي عند علامة الاستيكة دي، بس قبلها بتعلي الشفافية تاني وتيجي عند علامة الاستيكة وتبتدي انك انت تمسح بس من عند الرقبة كده عشان تدخله جوه التيشيرت. بعد ما بتظبط كل حاجة وتتأكد ان الوش بتاعك متركب بشكل صح، تبتدي تيجي عند ستيكر هنا وتبتدي تكتب في البحث لاكاسا دوبابيل، وهو ده اسم الستيكر. اول ما بتكتبه في البحث بيبتدي يظهر لك زي ما انت شايف كده كل الحاجات اللي تخص المسلسل. هتبتدي انك انت تختار الحاجات دي وتوزعها على الصورة بالشكل المناسب ليك. فانا هبتدي برضو ان مثلا اخد الوش ده وابتدي ان انا اظبطه هنا عشان ابتدي ان انا استخدمه بشكل كده، مثلا ان انا اقلل الشفافية بتاعته وان انا اظبطه كده شوية، وان انا ابتدي ان انا عايز امسح نص الوش بتاعه فابتدي امسحه مثلا من هنا بشكل كده عشوائي، برضو هيديني شكل المطلوب اللي انا عايزه يعني. بعد ما بمسح كده ببتدي ان انا ادوس صح، ببتدي اعلي الشفافية تاني وببتدي برضو ان انا امسح لو في حاجات تانية عايز امسحها. بعد كده هتيجي عند ستيكر تاني وتبتدي مثلا انك تختار اسم المسلسل، تبتدي مثلا انك تضيفه هنا بشكل جميل شوية. وبعد كده ممكن تلعب في الالوان بتاعته، ممكن انك انت تحدده عشان يبان بشكل اجمل. بعد كده بتبتدي نفس الموضوع انك انت تكتب في الستيكر زي ما انت عاوز وتشوف هل انت عاوز توزع الحاجات بشكل صح ولا ما توزعهاش. انا عملت نفس الموضوع، وعشان الفيديو ما يطولش علينا انا هبتدي اوريك النتيجة النهائية، وفي نفس الوقت لو انت محتاج اي صور من الصور دي هبتدي ان انا ابعتها لك على الانستجرام، وهبتدي اساعدك لحد ما توصل للصورة النهائية زي الصورة اللي انا وصلت لها دي. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم واتمنى ان انا اكون بفيدكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت لان ده اكتر حاجة بتدعمني وكمان بتفرحني. ولو بتتابعني من على الفيسبوك ما تنساش تعمل لي فولو، ولو بتتابعني من على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناة. وكان معاك يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله.